مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بنتين على الهواء. قبل ما أبدأ موضوع الحلقة حابة أن أهني كل الأمة الإسلامية وكل الشعب المصري وكل الدول العربية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين وكل سنة وأنتم بصحة وخير وسعادة، ويا رب ربنا يرفع عنا كل الأمراض والوباء ويعدي الأزمة دي على خير بإذن الله. يا رب يا نرمين إن شاء الله. بإذن الله. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة زي ما أنتوا عارفين، هتنبهروا بكل تفاصيلها، يعني حاجة بتهم الكبير قبل الصغير. إن شاء الله هيكون الحلقة فيها بهجة وسعادة عليكم إن شاء الله، وهيعرفنا تفاصيل الحلقة ضيفنا أستاذ كريم أكرم، مصمم الحفلات وصاحب بيج بالونز ديكور. إزيك يا كريم؟ إزي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. عاوزين حضرتك تعرفنا بنفسك وتقول لنا إزاي جات لك الفكرة دي. أنا اسمي كريم. تمام. الفكرة دي كانت موجودة من زمان، من فترة كبيرة، من 30-40 سنة مثلا، بس هم ابتدوا يبتكروا فيها في خلال العشر سنين دولت أو 15 سنة بس. فكان في كل حاجات بتبقى في حاجات جديدة وكده وابتكارات جديدة. أنا بقى لي بالضبط 4 سنين في الديكور، وكان في حاجات يعني عصرية حديثة بتتعمل زي الاستندات مثلا والكلام دوت. طب هو انت بتجيب كل الماتيريال دي بتبقى متوفره معاك، ولا مش دايما بتلاقيها في كل الاماكن وبتلاقيها في كل الوقت برضو، ولا في وقت معين مش بتلاقيها؟ الخامات دي كلها بتلاقيها على طول دايما معاك ولا ايه؟ هي موجوده على طول، بس ساعات مثلا يبقى في حاجه موجوده وحاجه لا، يعني مثلا حسب الالوان بتاعت البالونز، الوان مثلا الاقي حاجات ناقصه حاجات زياده، بس هي عامه في اول السنه بتكون ماليه الدنيا يعني. يعني هي بتبقى جايه من استيراد وكده، يعني ليها موسم معين. ليها موسم في اول السنه. بس فكل مناسبه برضو بيبقى ليها حاجاتها اللي بتنزل ليها، زي مثلا مناسبه الفالنتاين او مناسبه مثلا زي رمضان، بتلاقي كل حاجه حسب الالوان اللي هي بتاعتها. بس في خلال اول السنه بيبقى كل الشغل نازل كله جديد. حضرتك بتعمل بقى كل الشغل ده لوحدك، ولا في فريق عمل بيبقى معاك بيساعدك وكده؟ والله انا معايا فريق عمل بس بسيط، يعني لان الشغل لسه بيبتدي. يعني انا لسه بقالي بتاع سنه بالظبط على الصفحه او سنتين على البيج بتاعتي، بس قبليها كنت شغال في شركه، ودي اللي انا اتعلمت فيها، خدت فيها التجربه يعني، وكنت بتدرب فيها. تمام. بس يعني طب هو تنظيم الحفله او اي مناسبه عامه بياخد منك وقت، ولا بتختلف من حفله للتانيه او خطوبه كل حاجه بيبقى ليها وقت معين؟ هي طبعا بتختلف على حسب الديكور، يعني في ديكورات مثلا ممكن تاخد في ايدي نص ساعه، ساعه الا ربع، يعني ما بتختلفش حسب المناسبه، حسب ديكور المكان. لا لا، مش على حسب المناسبه، على حسب الديكور نفسه. على حسب اللي العميل طالب مني ايه بالظبط. في عميل مثلا يكون طالب مني عرض مثلا بتاع عيد ميلاد، ده بيبقى مكون من حاجات مثلا عمودين مثلا ستاندين، و40 بالونه لتزيين السقف، و8 ورده واسم صاحب الحفله. دي بتبقى حاجه بسيطه بس بتاخد مني ساعه الا ربع. في بقى مثلا ناس بتطلب حاجات ثانيه زياده، فدي بتبقى اللي هي بتاخد وقت يعني ساعة ونص، ساعتين بالكتير قوي يعني مثلا في العرض. طب واسعار الحاجات دي بقى حضرتك اللي بتحددها، ولا مثلا لما حد بيقول لك انا عاوز حاجة مثلا في تكلفة كذا فبتعملها له زي ما هو طالبها؟ لا، هو كل حاجة ليها سعر. بس يعني على حسب، مش على حسب البالونز، لا على حسب العرض المعين. يعني مفيش حد بيقول لك مثلا انا معايا تكلفة كذا عاوز مثلا تعملي على قد التكلفة اللي انا عاوزها دي؟ لا طبعا، لو حد كلمني بالمنطق اللي هو مثلا يقول لي عايز اعمل حاجة زي كده، فانا بعملها له، يعني بظبطها له، اللي هو مثلا عمود كام بالونة للسقف، تمام، اسم صاحب الحفلة مثلا هيبقى بالفويل ولا بالفون جليتر، اللي هي بتبقى حروف صغيرة شوية. ده بيختلف في الأسعار؟ طبعا. تمام. يعني بتختلف من الأسعار على حسب العرض برضه. هو انت بتختار التصميم ده على اساس المكان،
ولا بيبقى في حاجات بتبقى ثابته بتحطها في اي مكان، اي ديكور، اي حاجه بتبقى في حاجه بتبقى ثابته حاططها لازم؟ هو انا ليا عروض ماشي عليها عاملها، اللي هو مثلا لعيد الميلاد، للسبوع، لكل مناسبه عامل لها عرض معين. يعني على حسب الديكور نفسه بقى. انت بتنظمه حسب المكان مثلا لما بتشوفه، ولا حسب ان انت لما بتروح مثلا؟ لا لا، هو ديكور ثابت، بس انا لما مثلا بخش المكان بشوف ايه اللي محتاج، مثلا هنا الستاند، ايه اللي محتاج البوابه هنا، الارج مثلا اللي هو الكبير دوت، كل حاجه بتبقى ليها مكان. وبتختلف برضو يعني من شقه لشقه، في مثلا حاجات ممكن تركب فيها البلالين بتاعت السقف، في حاجات ممكن اغيرها ساعتها لان البالونس ما بيلزقش هناك. ممكن ما على حسب الحيطة يعني. طب لو عملنا بقى كذا مثلا عمود بلالين وخلصت زي كده، وفجأة مثلا جاي لقينا كذا بالونة فرقعت، أو فجأة الأشكال باظت كلها، إيه بقى اللي بيحصل؟ هو بيكون ليها حل. هي المشكلة دي كانت مقابلاني من فترة كبيرة يعني. أول ما ابتديت الشغل كانت أكتر مشكلة عندي اللي هو مثلا بالونة اتفرقع، فأنا خلاص كده حسيت إن الشغل باظ بقى شكل العمود. بس أنا يعني حبيت إن أنا يعني بعد في التجربة طبعا، بعد ما مشيت فيها فترة كبيرة، حسيت إن هي حاجة بسيطة، اللي هو بس البالونة بتبقى مفرقعة، بحط واحده قصادها واربطها بس. فهي المشكله اتحلت. لا، لو كذا حاجه بقى يعني، كذا عمود حصل فيهم مثلا، ما بتحصلش لان الماتيريال بتبقى حاجه طبعا خامه كويسه. ده بيفرق بقى في الموضوع ده. بتفرق من خامه لخامه يعني. في بالونات مثلا ممكن تيجي تنفخيها تفرقع لوحدها. على حسب الخامه. عارفينها دي. يعني طب انت بتاخد الحاجات دي منفوخه معموله زي ما هي كده الديكوريشن جاهز، ولا بتروح في المكان بتظبطه عليه وكده؟ لا، بناخد الحاجه معانا في شنطه مثلا. وبنعمل الديكور في المكان. مثلا كافيه، فندق، ساعات بيطلب مني مثلا في مكان مفتوح، مركب، الكلام دوت يعني. بس ببقى ماخد معايا الحاجه واجهزها هناك بحيث ان انا اعرف ارتبها هناك بسهوله يعني. طب بتتعامل بقى ازاي في الاماكن المفتوحه؟ بتثبت بقى البلالين ازاي، او بتعمل الاشكال والديكور ده بتثبته ازاي؟ انا عارفه بيبقى فيه هواء وكده. بنثبته مثلا على عمود او مثلا حيطه وراه، بنثبت البلالين فيها بالحبل بحيث ان هي ما تفكش من الهواء. يعني لو مثلا زي جناين وكده بتحط فيها، بتثبتها ازاي؟ او هو ساعات برضو بيبقى مثلا على حسب العميل قال لنا المكان ايه. لو مكان زي كده مفتوح مثلا، بنبقى مثلا عاملين معانا ارج بوابه مثلا، ماكت بنمشي عليه. ده بنمشي عليه بالبالونز بحيث ان يكون تقيل مع الهواء. ايوه. طب ايه اكتر المناسبات او الحاجات اللي بتلاقي فيها شغل صعب؟ يعني ايه المناسبه اللي انت بتاخد معاك وقت؟ الخطوبه، الافراح، الاعياد، ميلاد، ايه الحاجات اللي بتبقى معاك تاخد وقت؟ هي ملهاش علاقه، بس ممكن مثلا ايه يعني الحاجات اللي بتتعبني في الشغل مثلا، يكون مكان فيه شمس جامده. دي بتبقى درجه الحراره بتبقى على البالون عالي، فبتفرقعها واحده ورا الثانيه. دي بقى ملهاش حل. دي بتاثر اكتر من بيبقى فيه هواء او كده. دي اكتر حاجه بتاثر. لان بيكون الشمس عموديه على البالونز، فبتفرقعهم واحده ورا الثانيه. دي ملهاش اي حل. دي اكتر حاجه يعني صعبه او مشكله بالنسبه لي. طيب حضرتك بقى بتدرس ولا متخرج ولا ايه؟ انا طالب في جامعه حلوان. طبعا الشغل دوت انا واخده كده كهوايه. بحب ان انا اطلع اعمله، مش بدور على فلوسه خالص ولا يعني السعر وكده، لا انا بطلع كهوايه يعني بركب الحاجات دي بحيث ان هي تبقى شكلها كويس، بس الناس وافرح الناس وابسطهم يعني. طب ازاي قدرت بقى توفق بين الدراسه وبين الشغل؟ وهل ده شغل اساسي ولا في شغل تاني، او لما تخلص مثلا دراسه هتشوف وظيفه تانية؟ لا، انا هشتغل طبعا بالشهاده. وبرده يعني الشغل دوت هيبقى جنبه يعني ان شاء الله. انا عامل حسابي ان انا اكبر الشركه دي، وهتبقى حاجه كبيره باذن الله. باذن الله ان شاء الله. طب انت لما بتعمل اي مناسبه او كده، بتفضل مع المناسبه لحد ما تظبط كل الدنيا وتمشي وكده، ولا بتخلص الحاجات وتمشي على طول، ولا ايه؟ لا، هو انا بس بحضر الديكور يعني لحد ما المناسبه تخلص، ولا بتحضر الديكور لا وخلاص؟ لا، بحضر الديكور وبمشي، وبيتساب عند العميل وبيقعد عنده بيكلمني برده، بيشكر فيا وبيطلب يعني، بيقول لي خلاص احنا مناسبتنا مع بعض بعد كده. الحاجات بتاعتك خامتها حلوه. وبتقعد معاهم فتره كبيره يعني بصراحه. ممكن تقعد شهر، اسبوعين، ثلاثه مثلا يعني. بعد الاسبوعين بتبتدي بقى حاجات منها هتفرقع كده. طب ايه اللي ميزك بقى في الشغل مثلا ده عن الناس التانية؟ يعني ايه اللي بيخليهم يكلموا مثلا كريم يعني او بالونز ديكور عن الناس التانية؟ طبعا في ناس كتير جدا بتعمل الحوار ده، فايه المميزات او ايه الحاجات اللي انتشرت جدا في اخر سنتين ثلاثة ديت؟ بس انا طبعا عشان بجيب الحاجة اللي هي بسعر غالي، فبتبقى خامتها كويسة. دي الحاجات اللي هي بتنفع في كل المناسبات يعني،
فهي بحاول بقدر الامكان اطلع حاجه كويسه وبسعر قليل جدا. طب فتره الكورونا دي طبعا اثرت على كل الناس. أكيد. اثرت عليك انت بالسلبي ولا بالايجابي؟ طبعا مع ان القاعات كلها قفلت وكل الناس بقت بتخاف من الزحمه واللمه وكده، فكانوا بيعملوا في البيوت، انت دي اثرت عليك بايه؟ وانا كنت ساعتها شغال تبع الشركه، من هنا بقى ابتدت المشوار معايا. يعني من سنتين كده مثلا. يعني انت بدات بقى الموضوع المشروع من هنا؟ ابتدي ان انا ايه يعني، ساعتها طبعا سبت الاشغال كلها كانت واقفه، فما كانش في اي حاجه شغاله خالص، فانا ابتديت من ساعتها اكبر الصفحه. ابتديت اعمل ترويج والكلام دوت، واهتم بالصفحه واجيب خامات واحضر نفسي يعني، لحد ما الدنيا عدت على خير، لقيت بقى الاوردرات بتطلب مني كتير وكده، والحمد لله يعني. طيب اغلب الشباب دلوقتي بيواجهوا صعوبه في ان هم يلاقوا وظايف او كده، او ان هم يشتغلوا عامه، انت شايف ان الشغلانه دي كويسه ان الشباب يبداوا فيها ولا ايه؟ طبعا لو حد مثلا حابب الديكور او الحفلات عامه، يبتدي مثلا ان هو يعمل حفلات فيه برضو اشكال مثلا بالورد، وفي بالبالونس، في اشكال كتير يعني. هو لو الحد يعني اللي هو عايز يهتم بحاجه زي كده يبقى كويس جدا. ازاي قدرت في سن صغير كده تعمل مشروع وتنجح فيه وانت سنك صغير، وايه الصعوبات اللي واجهتك خلال المشروع ده وانت في سن صغير؟ اصل برضو انت عشان سنك صغير عشان كده اكيد واجهت صعوبات كتير. هي الصعوبات اللي قابلتني اللي هو انا مثلا كنت في اول الصفحه مثلا، قعدت مثلا في خلال سنه ما كانش بيجي لي اي حاجه على البيج خالص. فواحده واحده ابتديت اتعرف اللي هو انا ازاي هعمل الصفحه، اعمل لها مثلا خامات كويسه، انزل بوست ازاي، انزل منشور ازاي. من هنا جت الفكره يعني. بس انت معانا صور انت جايبها ممكن نعرضها دلوقتي صح؟ انت معانا ممكن نشوف الشغل بتاعك. ماشي يا فندم. تعلق لنا عليه. علق لنا على ده. ايه ده؟ ده اللي هو بتاع رمضان كريم. دي طبعا حفلة ايه دي؟ دي اللي على الشاشة ديت حفلة عيد ميلاد. حفلة عيد ميلاد؟ ده في مكان ولا في البيت ولا ايه؟ هو كان في روف بتاع فيلا. طبعا دي كانت حفلة تبع مصممة برضو. بس هي في الحفلات. هي كانت طلباني بحيث ان انا باجي اعمل بالونس بس. تخصص البالونس بس، ماليش في الديكورات الباقية. فهي كانت مناسبة عيد ميلاد والناس اتبسطت قوي، احنا ماشيين برضو بالديكور وصورناها. ودي ايه؟ ده كان سبوع وعيد ميلاد برضو يعني. الاتنين في نفس ال لان هم كانوا حاطين حاجات اليمين والشمال برضو تخص المناسبة، تبع نفس الشركة برضو. تمام. وده هنا ايه؟ ده كان عيد ميلاد اتنين توأم. ولد وبنت. الشغل الاندور طبعا بيبقى اسهل لك كتير من الاوت دور صح؟ طبعا. في الديزاين وكده وفي كل حاجه انك بتعرف تتحكم فيه، مع ان الاوت دور بيبقى مفتوح. ما هو لا، عشان بس المكان بيكون فيه هواء او كده، فبشتغل اصلا جوه احسن. طب وده ايه ده؟ اسر معلش. دي كانت خطوبه. دي وده ده كان سبوها مليكة. ده كان في البيت برضو؟ دوت كان فرع. ده فندق يعني ولا؟ في فندق. وكان عرض صغير مطلوب مني وكده، رحت برضو يعني، خلص مني في نص ساعة بالظبط دوت. ودوت كان حفلة وداع، كانوا بيودعوا حد وكده. ده كان عيد ميلاد بمناسبة افتتاح الشركة. طب انت ايه اغرب مناسبة قمت بعملت زينة ليها؟ ايه اغرب حاجة عملت لها؟ يعني حاجة كنت مختلفة انت اول مرة تعملها وحسيت ان هو ما كنتش تتخيل ان ممكن يحصل تعمل أغرب زي ما كان. اغرب حاجة قابلتني مثلا اللي هو كانت مناسبة، كانوا طالبين مثلا ايه اشكال اللي هي تبقى الفويل مثلا حيوانات وكده. فانا ما كنتش عارف اركبها ازاي، فلما نفخت يعني لقيتها ان هي بسيطة جدا وسهلة. يعني بالونات على. كنت حاسس ان الشكل هيطلع وحش لان يعني الالوان كانت غريبة جدا. بس بعد ما عملته وصورته لقيت الشكل كان تحفة بصراحة وعجبهم قوي. طب حضرتك بتفكر بقى تطور في الموضوع ده حاجات جديده ولا كده دي الاشكال اللي موجوده بس ما فيهاش تطوير او كده؟ لا في تطوير طبعا ان شاء الله، كل فتره بحاول ان انا اجيب حاجات جديده. طبعا بنزل السوق بشوف ايه الجديد وايه اللي مش جديد وابتدي اطور من الفكره واحده واحده يعني. طب هو المشروع ده محتاج موهبه وخبره ولا محتاج عادي ممكن اي حد يتعلمه من على النت ويشوفه ويعمل نفذه سهل يعني؟ هو اول حاجه بصراحه محتاجها الثقه، لازم يكون الواحد واثق من نفسه بحيث ان هو ايه يعني يطور من الفكره. وطبعا لو عنده الموهبه ان هو مثلا عايز يعمل الفن دوت،
فهو فعلا هيوصل ليه وهيبقى حاجه كويسه بالنسبه له يعني. طب كل الشغل اللي بتستخدمه بيبقى بس بلالين بس، هو ده كل اللي بيبقى في الديكور، ولا ممكن تستخدم حاجات تانية؟ يعني في مثلا بالونات، في مثلا ورد اللي هو المجفف، في شموع، على حسب تزيين المناسبه برده ما بتطلب مني. يعني الورد بتبقى ممكن اعمل بانر او حاجه زي كده برده بيبقى خاص بالمناسبه برده معينه. تمام. طب الورد بيبقى ايه بقى يعني، بتعمل بيه ايه او عباره عن ايه؟ هو في ورد بيكون مجفف مثلا بنرسم برسومات على الارض، ده مثلا تزيين غرفه النوم مثلا، او مثلا ورد انا بتهيالي معانا الصوره اللي انت بتقوله ده، بس كمل. طب لحد ما وفي برده يعني ورد بيتحط مثلا في البالونس بتاع السقف، او حاجه مثلا نحطها زي نربطها مثلا في حاجه كهديه بنقدمها برده للعميل، او حد بيعمل مفاجاه لحد فبنعمل له حاجات بالورد والكلام دوت، يعني برده بتبقى كويسه جدا. ايوه. طب ممكن حضرتك تشرح لنا مثلا يعني اي حاجه من دول ايه فكرتها، او بتعملها ازاي، او بتستخدم ايه الماتيريال اللي فيها؟ هي الماتيريال عامه بتبقى اللي هو البالونس والفويل، وبنبتدي نحط الورد، بننفخ مثلا مقاسات معينه بحيث ان لو في مقاس اكبر من الثاني هنلاقي الاستاند مال معانا او وقع. يعني انت بتبقى بتظبط برضو هنا يعني الكميه هنا قد الكميه اللي فلازم التانية. لازم يكون في مقاس معين، مش اي مقاس هينفع نشتغل بيه. تمام. وعلى حسب المكنه برضو، يعني في مكنات بتبقى فئات دي هي اللي بتظبط معانا الشغل. بس انا في حاجه الصراحه اتفاجئت بيها، ان انت مثبت البلالين والحاجات دي ببالونه فيها ميه، انا اول مره اعرف كده، كنت فاكره بيبقى في عمود ستاند وكده، فلا دي ما كنتش اعرفها. هي الفكره دي برضو يعني جديده، ان انا اثبت بالونه ميه بحيث انها تبقى اسرع معايا. في برضو ممكن اثبت على الارض بنفسها باللزق، بس دي مثلا لو حد حب ان هو يحرك من مكان الستاند دوت لمكان تاني فبيكون صعب عليه. ففكره بالونه المياه دي كانت اسهل بكتير، يعني لو بحس ان هو يوديه في اي حته بعد كده بعد ما المناسبه تخلص، ويبقى سهل عليهم يعني المكان يعني وكده. طب انت بتلاقي احسن حاجه شغل بتشتغله بتبقى مستمتع بيه الحفلات ايه بقى، مناسبات ايه؟ يعني مناسبه السبوع، لان بحس ان هو بيبقى فيه مولود وكده، بحس ان هي حاجه مفرحه جدا للناس وبيعجبهم الشغل قوي يعني. فهي بتبقى حاجة بسيطة وحلوة. برضو مثلا تزيين غرفة المستشفى، لو أنا موجود في المستشفى مثلا وبعمل العرض، وأهل الناس موجودين معايا يعني اللي هم أصحاب الأسبوع، وبتبقى حاجة حلوة جدا يعني. طب كويس. طيب الألوان بتستخدمها يعني على أساس إيه؟ بتختارها على أساس إيه؟ يعني على أساس المكان مثلا أو الأشخاص إيه بالظبط؟ الألوان بتبقى على حسب المناسبة. يعني مثلا لو مناسبه اسبوع مثلا بنوته، فبنجيب الالوان اللي هي بتبقى مناسبه مع البنات، مثلا بينك اوف وايت، سيلفر وفوشيا مثلا. تمام. في برضو على حسب المناسبات، يعني عيد ميلاد مثلا على حسب العميل بقى هو اللي بيطلب في العيد ميلاد. كده يعني. طب بص يا جماعه، ده الصراحه سؤال مفاجئ لي، انا عايزك تقول لنا ايه العروض اللي هتقدمها من خلالنا البرنامج للناس اللي هتيجي من خلال البرنامج. العروض طبعا ده حاجه فاجئتك بيها. لا هي العروض اسعارها حلوه جدا برضو. يعني انت عندك ايه عروض ده عشان رمضان وكده، عايزينك تقول لنا على العروض اللي عندك. انا عندي عرض بتاع رمضان كريم دوت، اللي هو زي المعروض ده. هو لو يعني زي اللي موجود دوت بالظبط، مثلا بعمل الستاند دوت ب 70 جنيه. تمام. على حسب العرض برضو، يعني هو لو عرض رمضان كريم دوت بالظبط هيبقى في حدود 700 جنيه مثلا بالتوصيل والتركيب وكل حاجه. خلاص اهو ده من خلال برنامجنا ده لينا بس لجمهورنا. ان شاء الله يا فندم هيبقى خير يعني. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. احنا تشرفنا جدا بحضرتك. وللاسف وقت خلص. الحلقه خلص. سعيد جدا والله ان انا كنت معاكم النهارده. ربنا يخليك. ان شاء الله كده يعني تشاهدوا كل فتره كل جديد هتشوفوه. وان شاء الله يعني يبقى في بينا لقاء كذا مره يعني. ان شاء الله باذن الله. شرفتنا باذن الله. ان شاء الله هنشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، واستنونا الاسبوع الجاي ان شاء الله. مع السلامه.